انا معايا على التليفون الحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بكم. مساء الفل. ابراهيم الزهرة يا كابتن. مساء الورد يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. كله كويس الحمد لله، طمني على حضرتك. اولا الحمد لله انا كويس، بس انا مطمن على حضرتك والحمد لله على سلامتك. الله يبارك لي في عمرك، عمرت مكانك ودايما ان شاء الله تكونوا في احسن صحه واحسن حال، وخضتنا عليك بس الحمد لله انا كنت متابع وما شاء الله ربنا كرمك ومن واسع الحمد لله. الحمد لله فضل ونعمه ما تحرمش من حضرتك ولا من سؤالك، وكان بيوصلني باستمرار على دماغي من فوق دايما، يعني قريب من القلب وعزيز عليا جدا جدا. وحضرتك ربنا يبارك لك يا رب ويديك الصحه. خليني اسال حضرتك النهارده، رايك ايه في الاجتماع؟ هل كان مثمرا ولا لا؟ وشايف انه ايه اللي هيتبني عليه وايه نقاط الاختلاف؟ اولا يعني احنا كان النهارده ممثلين في الاجتماع من خلال الاستاذ ابراهيم شعبان عضو مجلس اداره النادي. ايوه. وهو تقريبا تملي بيحضر الاجتماعات، كان هو او الاستاذ هشام حسن نائب رئيس النادي. ولكن هو هشام خارج البلاد، فالاستاذ ابراهيم شعبان هو المتواجد النهارده. اللي انا فهمته منه يعني كنت بتواصل معاه باستمرار وهو داخل الاجتماع، ان الاجتماع فعلا كان مثمر للغايه. وانا عاوز اقول يعني كلمه حق قبل ما ابتدي الحديث عن النقاط حضرتك كنت سردتها دلوقتي. ما يخص موضوع اللجنه المشكله لاداره اتحاد الكوره، انا حابب ان انا احييها. وحابب ان انا احيي الاستاذ احمد مجاهد. يعني عدوا رئيس اللجنه ورئيس اتحاد الكوره الحالي عاملين مجهود رائع وممتاز جدا جدا، وانا شايف الامور ماشيه كلها بسكوت، الموضوع هادئه. ان اول الناس كان في بعض الهجوم على الاستاذ احمد واللجنه، ولكن انا شايف بصراحه هم من خبراتهم الطويله ومن عملهم التام هو الاتحاد المصري، ومن خلال عملهم انا شايف ان الاستاذ احمد جاد عامل دور رائع جدا 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 حتى الان. عظيم. بامانه ما يخص اللجان، ما يخص لجنه المسابقات، ما يخص، وانا يعني خبراته كبيره جدا. هي دي اللي خليته ان هو فعلا يدير الامور بكل هدوء. النهارده الاجتماع انا شايف طبعا احنا ده توابع اللي حصل السنه اللي فاتت. توابع اللي حصل السنه اللي فاتت. مفيش كلام طبعا. مفيش كلام، اللي احنا فيه دلوقتي مزنق من اللي حصل السنه اللي فاتت. ولكن احنا كلنا كنا بالنادي طبعا بعد تدخل الدوله وتدخل معالي دوله رئيس الوزراء والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللجنه المشكله ساعتها كان استاذ عمرو الجنايني، كان في ضغوط. ولكن احنا انا شايف ان ده برضو ما زال التوابع موجود، والتوابع مش تخلص السنه دي، هتخلص كمان السنه الجايه. ولكن انا شايف ان هم بيحاولوا يعملوا لصلاح المجاهد واللجنه، بيحاولوا ان هم ينهوا الدوري بشكل احنا كلنا بنساعد فيه، علما بالضغوط الكبيره اللي على اللاعبين. مثلا مثال حي، نادي الاتحاد السكندري بيبقى عنده مباراه مع الجونه في اسكندريه، بعد ثلاث ايام او ثاني يوم على طول بيسافر لاسوان عشان يلعب مباراه في اسوان. احنا ما فيش طيران ما بين اسكندريه وبين اسوان، فبياخدوا اللعيبه الطيران من القاهره. طيب. فتضطر تتقابلها بيهم في القاهره. طريق راس الرجاء الصالح ده. بالظبط كده. بالظبط كده يا كابتن ابراهيم. حضرتك توصل تلعب مباراه النهارده مع نادي الجونه، تسافر الصبح بعد بتاع المستشفى، تسافر القاهره، تبات في القاهره، تاخد طيارتك لاسوان، تبات لها في اسوان تلعب ماتش 9 بالليل، تبات لها كمان في اسوان، ترجع تاني يوم اسكندريه. عن طريق القاهره برضه. الموضوع انا شايف ان هو جهد غير عادي، طبعا جهد مالي غير عادي برضه طبعا، ولكن في الاخر انت بتحاول ان انت تنهي الدوري بالشكل اللي هو الناس كلها بتحاول ان هي تنهيه. بنلعب ماتشات كل 72 ساعه بنوافق عليها، كل اربع ايام بنوافق عليها، ولكن في الاخر اكيد بعد التوقفات اللي هتحصل من النادي الاهلي، التوقفات اللي هتحصل من بيراميدز، التوقفات اللي هتحصل من المنتخب المصري، ونحمد ربنا ان مفيش في فيفا ديت بالنسبه للمباراه بشهر 6 فاكيد طبعا ممكن بعض المباريات هتلعب فيها. في ناس عندنا مثلا احنا في النادي الاتحاد السكندري عندنا الحارس الاساسي بتاعنا هو محمد صبحي، هو حارس مرمى المنتخب الاولمبي. وعندنا عمار، عندنا كذا لعيب، عندنا فوزي الكناوي، عندنا كريم يحيى، في كذا لاعب موجود، عبد الغني. ولكن اكيد طبعا مش كل اللعيبه هتاخد نادي الاتحاد، ولكن في الاخر عندك 2 3 لعيبه ممكن تاخد مع المنتخب الاولمبي. فانت من الصعب تلعب ماتشاتك وفي التوقفات،
او ماتشات نادي الاتحاد يلعبها من غير لعيبه المنتخب الاوروبي. طيب ده كلام بقى ده اللي بسال حضرتك عليه، هل انتوا النهارده في الاجتماع قلتوا ان انتوا كاتحاد سكندري مش هتلعبوا الماتشات بتاعتكم في وقت الاولمبياد من غير اللعيبه بتاعتكم، ولا قلتوا لا مفيش مشكله؟ لانه حصل اتفاق مثلا ما بين الاهلي والزمالك، ما بين يعني اتحاد الكره والاهلي والزمالك، ان هم يلعبوا المؤجلات بتاعتهم في وقت الاولمبياد من غير اللعيبه الدوليين. الموقف بالنسبه لك ايه؟ هل حضرتك موافق على ده ولا ده مش هيحصل؟ انا عارف النادي الاهلي هو اللي موافق، نادي الزمالك ولكن نادي الاتحاد يعني مثلا نادي الاتحاد ونادي انا كنت بتكلم مع المهندس احمد مجاد امبارح صباحا يعني، فقال لي انا عندي موافقه كتابيه من الاهلي والزمالك بخوض مباراتين في هذا التوقيت بدون اللعيبه الدوليه. الاهلي عنده ذخيره او الزمالك عندهم ذخيره من اللاعبين، ان هم لو مثلا لعيب من المنتخب الاولمبي مثلا، يعني انا مثلا انا عارف ان النادي الاهلي مثلا اللعيبه المنتخب الاولمبي ما بيلعبوش في الفريق الاول مثلا، يعني ممكن ان هم يلعبوا مباريات من غير لعيبه المنتخب الاولمبي، ولكن او نفس الكلام نادي الزمالك، ولكن نادي الاتحاد الحارس الاساسي بتاعه هو من نادي المنتخب الاولمبي. ايوه عمار لعيب اساسي في المنتخب في نادي الاتحاد في المنتخب الاولمبي، ولكن في الاخر هي دي الجزئيه. اكيد اكيد انا وجهه نظري ان الاستاذ احمد مجاهد واللجنه الموجوده اكيد هتحط في حساباتها موضوع بتاع نادي الاتحاد والانديه زي بيراميدز مثلا عندهم رمضان صبحي وكذا لعيب تاني لعيب اساسيه بالنسبه لهم. طيب احساس حضرتك ايه؟ احساس حضرتك ايه يا حاج محمد؟ هل الدوري هيكمل ولا لا؟ وهيخلص من خلال الاجتماع يعني، هل هيخلص فعلا في نهايه 8 ولا ممكن نوصل بيه لحد نهايه 9؟ لا اللي انا يعني انا توقعاتي ان الدوري ده هينتهي في الاسبوع الثالث او الاسبوع الرابع من شهر 9. من شهر 9 الاسبوع الثالث او الرابع من شهر 9. ما اظنش هينتهي في شهر 8، وانا كان في برضه لقاء تليفوني بيني وبين الاستاذ احمد مجاهد واتكلمنا في الموضوع ده، فقال لك لو ضغطنا جدا جدا انا شايف ان في بعض الانديه في الاخر غير الاهلي والزمالك، الانديه اللي هي مثلا هتصارع على المراكز الاخيره. ايوه لا انا لا صعب ان انت تلعب ثلاث مثلا، لازم تلعب كل مباريات الثلاث اسابيع الاخيره في نفس الوقت. طيب صعب ان كل الكلام ده يتعمل. لا انا شاكك انه يتعمل، فانا شايف انه ممكن ينتهي في اخر اسبوع، ولكن الدوري مش هيتلغى. لا مش هيتلغى، هيستكمل هيستكمل، واحنا حابين كمان انه يستكمل، ما عندناش مشكله انه يستكمل خالص يعني. ايوه ولكن ده هيأثر برضه، انا برجع تاني اقول لحضرتك هيأثر برضه عن بدايه الدوري الموسم القادم. ما حطيتوش مقترحات للموسم اللي جاي بقى؟ ما احنا مش هنقعد نشفت موسم لموسم فتحصل لنا الازمه، يعني الموسم اللي جاي ما فيش افكار ليها علاقه بانه خلاص بلاش نلعب موضوع الدوري من مجموعه واحده ونعمل شكل تاني مختلف؟ ما بقولش مجموعتين انما في اشكال مختلفه يعني. مقترح ما حصلش حوار لهذا الموضوع، كل الحوار كان اللي بيحصل ان هو نهايه الدوري الموسم الحالي وعدم الالغاء واستكمال الدوري، ولكن ما يخص وانا قاعد يعني بص انا من خبراتي ومع يعني واللي انا بشوفه من استاذ احمد مجاهد، لا يعني هو في الحته دي يعني بصراحه استاذ يعني يعرف يعملها صح يعني. ان شاء الله ان شاء الله يعني. بس اللي انا عارفه كمان يعني، وده ما اعرفش حضرتك عندك معلومه اكتر مني، ان في شهر 10 11 و12 في توقفات كتير جدا جدا للمنتخب الاول لكره القدم. ده حقيقي ده حقيقي. هل ده الكلام ده هيؤثر بقى بدايه وحاجات زي كده؟ انا مش عارف ممكن تعملها ازاي. صحيح. طيب خليني من الملف ده اروح مع حضرتك لملف الفريق، وانا اعلم تماما كم المجهود المبذول على الصعيد الفني وعلى الصعيد الاداري. انت محاجه على فرقتك كويس قوي او قادر انك تدير المنظومه بنجاح، ولا ده بنتكلم على الموسم ده ولا الموسم اللي فات، من ساعه ما حضرتك ما جيت والامور ماشيه بشكل كويس جدا وقادر انك تدير الدفه رغم صعوبات وموجات بتبقى صعبه. عايز اعرف تقييمك ايه لفكره خروج الفريق من كاس مصر، وهل قلقان على الفرقه ولا حاسس ان الامور هتمشي في النصاب اللي انت عايزه؟ لا هو حضرتك طبعا انا بشكرك طبعا، ولكن في الاخر لا اكيد طبعا انا يعني حزين طبعا، وزي اي الجهاز الفني وزي اللعيبه وزي الجماهير حزين ان خرجنا من كاس مصر من فريق طبعا نادي وادي دجله، مع احترام النادي وادي دجله ولكن نادي الاتحاد. ولكن النهارده حضرتك لما تشوف ان احنا بتخرج من نادي دجله وانت من يومين تومين بتلعب نادي اسوان في اسوان تكسبه 2-0، وانه يجي اسكندريه يكسب النادي المصري العريق يعني ويطلع من بطوله كاس مصر، فانت حضرتك خلاص الكوره ما بقتش فيها مين الكبير ومين الصغير، مين اللي بيأدي بروح ومين ما قديش بروحه، ولكن في الاخر لا البطولات كلها صعبه، بطوله الدوري صعب، بطوله كاس مصر صعب، ولكن الحمد لله انا شايف ان احنا يعني الجهاز الفني الموجود الكابتن حسام والكابتن ابراهيم الى حد كبير جدا 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 مدين لعديهم لزياده، ولكن احنا كمان كاداره الحمد لله يعني اللي طلب مننا في لاعبين دعمنا بشكل محترم جدا جدا، اللعيبه كلها على مستوى عالي، اللعيبه دعمنا بالعكس، احنا السنه دي يعني نسبه المبالغ المدفوعه لعقود اللاعبين وشراء اللاعبين تزيد عن الموسم السابق بحوالي 32%. انا مش عاوز الارقام بس الارقام تزيد عن 32% عن الموسم السابق. عندك لا عندك امور ماليه كتيره جدا لا يعني محملينها، ولكن في الاخر بنعمل علينا وزياده، مجلس الاداره بيأدي اللي عليه، ولكن حضرتك طبعا عارف طبعا جمهور نادي الاتحاد جمهور فاضل وعظيم جدا جدا، ولكن في بعض
الناس اللي هي بتهدي في الفريق او بتتمنى خساره الفريق. وانا ما شفتش بصراحه يعني جماهير نادي الاتحاد الواعيه المفروض انها تنبذ هذا الكم من الناس اللي هي بتحاول انها تعرقل مسيره الفريق. ويمكن الناس كلها عارفه يعني ابتدت الموضوع عارفين ان في يعني حملات الكترونيه موجوده بتحاول انها تهد في الجهاز الفني. مين هم وايه اهدافهم يعني؟ بص يا كابتن ابراهيم الواحد يعني لو حضرتك بيخش طبعا انت حضرتك طبعا انا ماليش في الفيسبوك قوي ولكن اللي بيتقال لي من الاداره القانونيه في النادي والاداره الاعلاميه جوه النادي بيتقال ان في ناس طبعا عامله اكونتات فيك وملهاش اي علاقه بالرياضه خالص ولكن انت مش دي لصالح نادي الاتحاد. وابتدى جمهور نادي الاتحاد يعي هذا الموضوع وابتدى ان هو فعلا ينبذهم فعلا ويبعدهم ولكن في الاخر لا، في ناس بتتمنى خساره نادي الاتحاد، في ناس طبعا موجهه للكلام ده بشكل فعلا يسيء للنادي. ولكن احنا الكم الاكبر من جماهير نادي الاتحاد مخلصه ومحبه جدا جدا ناديها، بدعم نادي الاتحاد، بدعم مجلس ادارتها، بدعم الجهاز الفني. وان شاء الله ان شاء الله يعني نحاول ان احنا نعمل حاجه يسعى بها جماهير اسكندريه وننهي الدوري بشكل مختلف عن السنه اللي فاتت. واحنا عندنا الادوات انها ولكن احنا خسرنا بعض المباريات يا كابتن ابراهيم في اسكندريه ما يستحقش نادي حد يخسرها، ولكن في الاخر هي دي الكوره. انت زي حضرتك مثلا نادي زي سيراميكا مدعم بشكل كبير جدا ولكن في الاخر نادي الاتحاد اعلى منه، ام بي، لا انديه كبيره جدا. ولكن ان شاء الله ننهي الدوري بشكل يليق بنادي الاتحاد وجماهيره واعضاء نادي الاتحاد ان شاء الله باذن الله. طيب عمار حمدي، هل اتفتح اي حوار ما بينكم وبين النادي الاهلي على عمار حمدي فيما يتعلق بالموسم الجاي ولا لا؟ حصل حوار وحصل حوار ان هم فعلا بيتكلموا عن عمار حمدي. انا يعني بيعجبني فيك الصراحه. لا 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 اسمع اسمع معلش اسمع يعني اصل معلش يعني الواحد هيهرب من ايه يعني؟ انا بتكلم على واقع يعني. ايوه حصل حوار طبعا وهم اتكلموا في هذه الجزئيه واتكلموا ان هم عايزين عمار في الموسم القادم ولكن احنا الدوري لسه ما انتهاش. ما تعرفش برضه خلال الثلاث شهور اللي جايين دول ايه اللي ممكن يحصل برضه يعني عشان نكون امين مع حضرتك يعني. ولكن لا في حصل حوار ان هم محتاجين عمار يرجع في الموسم الجاي. ولكن انا بقول يعني بصراحه وكلمه حق لازم تتقال ان عمار كوجوده في نادي الاتحاد مش هقول ان هو يبقى افضل من النادي الاهلي، ولكن لان النادي الاهلي نادي كبير ونادي عظيم جدا، ولكن هو شايف نفسه جوه نادي الاتحاد. هل اللي بياخد نجوميه جوه نادي الاتحاد هل لما يروح النادي الاهلي هياخد نفس الشكل النجوميه؟ ما اقدرش احكم فيها بصراحه. بس انا شايف ان هو يكمل سنه كمان في نادي الاتحاد افضل للاعب يعني النادي الاهلي، انا شايف الكلام ده يعني. طيب انا عارف انه حضرتك برضه ايه مش سهل يعني، اكيد حاطط عينك على حد في النادي الاهلي برضه، ما انت يعني هتاخد ده واديني ده، ما انت في علاقات كمان كويسه ترابطك وبين الكابتن محمود الخطيب. حصل والله يعني حصل فعلا. ابتدى هم يعرضوا بعض اسماء. وانت طبعا انت عندك من الذكاء يعني ان انت تتعارف ما بين الخطوط بين السطور. ولكن لا يعني انا شايف ان شاء الله يعني احنا ممكن يكون في تدعيم برضه نادي الاتحاد من النادي الاهلي لبعض اللاعبين، اتمنى ان هم يكونوا موجودين مع نادي الاتحاد في الموسم القادم ان شاء الله. وانا برضه زي مين؟ زي ولتر بواليا مثلا؟ لا هو ما حصلش اسماء والله كابتن. ما حصلش اسماء. لا ما حصلش اسماء ولكن حصل النيه يعني. النيه واضحه ان هم عايزين يساعدوا هيجيبوا الجزئيه. طيب ده شيء عظيم جدا جدا. اخر حاجه اطمن من حضرتك على حسام عاشور، اخباره ايه؟ انا يعني بعد حسام عاشور انا بعد اذنك حضرتك انا عايز اكمل معاك في جزئيه ثانيه. ولكن اتفضل حسام عاشور الحمد لله يعني الحمد لله ان هو عمل عمليه النهارده امبارح والنهارده خرج واحنا كنا على تواصل بيه دايم، وهو اللي كان طلب تاجيل العمليه لمده 3 ايام وعملناها له امبارح. دكتور عظيم والحمد لله يعني يا رب ان شاء الله كده ربنا يشفيه ويرجع ان شاء الله افضل من الاول ان شاء الله. بس من اللاعبين اللي هو كل ما كان يجي يكمل كويس ويخش كويس جوه فورمه الفرقه، ولكن بيحصل نصيب ان هو يعني مصاب واصاب اصابه صعبه، ولكن ان شاء الله ان شاء الله ربنا يرجع يرجعه بالسلامه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. حاجه اتفضل ثلاث حاجات معلش. اتفضل. حاجه انا حبيت ان انا لازم ابارك النادي الاهلي حصوله على بطوله كاس السوبر الافريقي. بقول مبروك لاداره النادي الاهلي وجميع النادي الاهلي محترم. ابارك لنادي الزمالك بصراحه امبارح على بطوله افريقيا لكره السله. ايوه انجاز تاريخي يحسب لنادي الزمالك وادارته بصراحه. حاجه مشرفه جدا جدا، بطوله صعبه جدا جدا. الحاجه الثالثه ان انا بتمنى ان شاء الله لفريق نادي الاتحاد لكره السله عنده مباراه دور قبل النهائي ان شاء الله مع النادي الاهلي البيست اوف 5 هيتلعب في استاد برج العرب في اسكندريه. اتمنى ان شاء الله انهم اداء طيب، وان شاء الله انا عندي اجتماع معاهم يوم الخميس في ملعب المباراه، واتمنى ان شاء الله بالتوفيق. ولكن النهارده يعني خسرنا لعيب مهم جدا بالنسبه لنا اللي هو احمد عادل دوله، جاله اصابه في جزع في الرباط الصليب، ان شاء الله يوصل للنهايات وانه يكون معانا في النهايات، ولكن هو اصابه صعبه. اتمنى التوفيق لنادي الاتحاد واتمنى التوفيق
لكل مجالات الرياضيه وجماهير الاتحاد، وبشكرك كمان مره وبقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك ابراهيم، ورب ان شاء الله موفقك دايما ان شاء الله. بشكر معاليك يا فندم، شكرا جزيلا على المداخله، وبشكر حضرتك على كل الردود والتعقيبات المحترمه كالعاده، شخصيه عزيزه وكالعاده شخصيه محترمه جدا. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. كتر خيرك يا فندم. الحاج محمد مصالحي رئيس نادي الاتحاد السكن.